بين مطرقة نقص المياه العذبة وسندان خطر الألغام، يواجه أهالي مدينة درنا الليبية خياراً صعباً للنجاة بأرواحهم بعد الدمار الذي لحق بمدينتهم وأتى على أكثر من 890 منشأة. فالناجون من الفيضانات التي دمرت المنازل والمرافق العامة لم تبقى أمامهم من خيارات للحصول على المياه العذبة إلا أن يسلكوا ممرات تنتشر فيها الألغام التي جرفتها السيول. وقد أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن السلطات الليبية اكتشفت 55 حالة تسمم بين الأطفال بسبب شربهم المياه الملوثة في درنا، حيث يعيش المشردون في ملاجئ مؤقتة أو مدارس أو يعيشون مكتظين في منازل الأقارب أو الأصدقاء. وبحسب التقرير فقد جرفت مياه الفيضانات الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر التي خلفتها سنوات الصراع ما بات يشكل خطراً إضافياً على آلاف النازحين المتنقلين. وفيما تكافح فرق الإنقاذ المحلية لتوفير المساعدات الغذائية والطبية للناجين، تهيب المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض بمؤسسات المجتمع الدولي مد يد العون ليس فقط للمساعدة على نزوح الناجين من الكارثة، وإنما كذلك لإرسال فرق متخصصة في إزالة الألغام المنتشرة بالمنطقة. وفي هذا التقرير نستعرض ما جرى في مدينة درنا وكيف تسببت السيول في انهيار سديها، ما تسبب في الكارثة التي أودت بالمدينة. درنا مدينة جبلية تقع على ساحل البحر المتوسط في شرق ليبيا، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر، ويشترها لنصفين مجرى الوادي الذي يعد من أهم معالمها. امتلأ الوادي بمياه الأمطار التي سببها دانيال، وارتفع مستواها بشكل غير مسبوق لتشكل طوفانا مائيا. كميات المياه شكلت ضغطا هائلا على سدي البلاد وسيدي بو منصور اللذين يعدان المحبس الوحيد لمياه السيول المنحدرة من أعالي الجبل الأخضر. وجراء الضغط مع قلة الصيانة كانت الكارثة. انهار السدان وتدفقت المياه الجارفة ليوحد الطوفان شطري درنا ويحولها إلى بحيرة كبيرة متحدة مع البحر. يذكر أن درنا نجت من كوارث مشابهة في أعوام 1941 و1959 و2011. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بنغازي إبراهيم نزغادة العضو في مجلس النواب الليبي، ومن درنا ينضم إلينا محمد بن خيال منسق العمل التطوعي بفرع الهلال الأحمر في درنا. أهلا بكما على هواء الحرة. أبدأ معك أولا سيد بن خيال، يعني صف لنا ما تراه يوميا، يعني الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ، اطلعنا على الصورة التي تراها. في البداية اسمح لي أن أصحح، أنا من مدينة درنا، أنا أيضا متطوع في مدينة درنا، لكني حاليا انا موظف بالامانه العامه للهلال الاحمر ليبي المركز الرئيسي على مستوى ليبيا، ونائب مسؤول غرفه الطوارئ المركزيه للهلال الاحمر ليبي التي مقرها درنا. شكرا للاضافه، تفضل. لو سمحتي ممكن السؤال؟ كنت اتحدث عن ما تراه يوميا، يعني الاوضاع كل يوم تاتي بكارثه جديده، من تحلل للجثث ربما الى عمليات جرف للالغام المزروعه في مناطق بعينها، الاوضاع تسير بشكل سيء، اطلعنا على مشاهداتك اليوميه. فيما يتعلق بالاستجابة الميدانية الخاصة للهلال الأحمر الليبي، نحن نعمل في إطار منديت خاص ضمن مظلة الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر. أعمالنا تتركز حول انتشال الرفات البشرية، انتشال الجثامين، عمليات البحث عن المفقودين، تسجيل البلاغات البحث عن المفقودين، بالإضافة إلى توزيع الإغاثة الغذائية وغير الغذائية بالتعاون مع السلطات المعنية والجهات والشركاء على الأرض. الشيء الأخير هو تقييم الأوضاع الإنسانية، سواء كان الاحتياجات الإنسانية وتقييم الأوضاع الصحية أيضا. الكارثة هي أكبر من حجم المدينة، لكن كل يوم تقل حدة المعاناة، وهذا الشيء نجده ملموسا في مختلف الأشياء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، للمجتمع المضيف وللنازحين، أيضا فيما يتعلق في التعرف على الجثامين من قبل ذويهم في بداية الأزمة، أيضا فيما يتعلق في مجال الدعم النفسي الاجتماعي
وتوفير الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمتضررين من هذه الكارثة. قمعي، ودعني أرحب أيضا بضيفي من جديد سيد إبراهيم لزغيد، عضو مجلس النواب الليبي. أهلا بك على هواء الحرة من جديد. سيد لزغيد، يعني أولا اطلعنا على التحديات التي تواجهها الحكومة، هل تتغير يوما بعد يوم بتنامي هذه التحديات؟ أولا أسعد الله مساءكم جميعا، وكذلك السادة المشاهدين، ونشكركم على دعوتكم لي لكي نكون ضيف في حلقتكم في قناتكم الحرة الأمريكية. الحقيقة نترحم أولا على الشهداء، احتبوهم الشهداء، كل من غرق في البحر ولا في المياه مثل هذه المياه هو طوفان من الله، وبالتالي نقبل أي شيء من الله. نترحم على الشهداء الذين قضوا نحبهم في مياه البحر أو تحت الإنقاذ، وتعزينا الحرة والقلبية من قناتكم لأسر الشهداء، ونتمنى عودة المفقودين لكي يطمئنوا أهلهم إليهم. الكارثة لم تتوقع على الإطلاق، وفعلا كانت نكبة، والحكومة قررت أن تكون مدينة درنة منكوبة، وبعض المدن حواليها حتى هي تضررت كثيرا. نحن في مجلس النواب الحقيقة عقدنا جلسة الخميس الماضي بالخصوص، كلفنا الحكومة الشرعية المنبثقة من مجلس النواب أن تقوم بمهامها، قامت بعملها الحقيقة، ونحييها من خلال قناتكم. نحيي كذلك جيشنا العربي الليبي، قام بواجبة في انتشال الأركام، وتعرضوا حوالي 40 شهيد بين ضباط وضباط صف وجنود. كذلك نحيي اخوتنا واهلنا من مختلف مدن ليبيا الذين فزعوا لمدينه درنا، واعتبرناها لمه شمل، وهذه خطوه من اجل المصالحه. انا جو من الجنوب ومن الغرب ومن مساتا ومن جدابيا من الجنوب الغربي، وكلهم تنادوا بمعداتهم، بمواد الغذائيه، بالمواد الطبيه الصحيه التي تستقر اليها المدينه، وقاموا بعمل انساني الحقيقه وتعبوا. وبالتالي حكومتنا بدأت قصير جهدها، وصلت الكهرباء، الآن الكهرباء في دارنا والمنطقة التي انقطعت الكهرباء عنها تمام، الاتصالات السلكية واللاسلكية والمدار والبيانة، كل الاتصالات والنت كلها تمام. هذه الأمور، هناك مشكلة وحيدة، وهي دعوة للحكومة للقيام بمهامها في حلحلة المشاكل الاجتماعية والصحية أيضا داخل مدينة درنا والمناطق اللي حواليها، مثل المرج، البيضة، الشحات، سوسة، كل هذه المناطق حتى كان الإعلام ما سلطش عليها كثيرا، ولكن تعرضت لهذا الفيضانات، وأيضا فيها شهداء وفيها مفقودين. ولعلكم تتابعوا من خلال قنواتكم ومندوبيكم ومن الأخبار اللي تلقوا فيها من بعض القنوات إن هي كارثة في ليبيا. لدشنا أعلن رئيس الحكومة الحداد لمدة 3 أيام. بهذه المناسبة هناك دول عربية أقليمية نحييها من خلال قناتكم، مصر، الجزائر، المغرب، البحرين، قطر، الكويت، تركيا. طيب سيد لزغيد، هل الإمكانات الموجودة الآن سواء على الصعيد الداخلي أو إلى درنا على الصعيد الخارجي والإمدادات التي ترد إلى الداخل الليبي كفيلة ربما بتحدي بهذا الحجم، حينما تحديدا نتحدث عن ألغام أرضية جرفت إلى مناطق مأهولة بالسكان؟ هذه نقطة يعني تحتاج إلى مستويات عالية من التنسيق وإلى استقرار سياسي. والله أنا بقول لك شيء، مسألة الألغام لم نسمع إليه إلا من خلال قناتكم الموقرة، لأن مسألة الألغام اليوم كانت عندنا جلسة لمجلس النواب، ولدينا نواب من المدن درنا والمرج وكل ومن البيضة، نواب من أقرب للحدث لم يتطرقوا ولم يتحدثوا على أن هناك ألغام جرفت المياه وتعرضوا ناس للألغام. كل ما هنالك هو مياه جرفت حتى الآليات، أنا من خلال قناة متابع في الآليات، السيارات، هناك البحر، هناك هناك غطاس مصري نزل إلى البحر وجد سيارات جرفت المياه
إلى قاع البحر وفين عائلات وفين أطفال. مأساة كبيرة جدا التي حصلت في درنا، مدينة العلماء والفنانين والمثقفين والمحاميين، جميع التركيبات الليبية وكل الليبيين، كل متواجدين، كل القبائل في درنا. درنا هي دولة داخل دولة، ولذلك حوالي لعند الآن حسب إحصائية اللي نعتمدها أنا شخصيا، لأن وزير الصحة في الحكومة الليبية ده مؤتمر صحفي البارح أكد أن حوالي 4000 شهيد، وهذا قال كلام أنا مسؤول عليه. طيب بالحديث سيد زغيد عن تقرير الألغام فقط لتكون الأمور موثقة، دقيقة نأخذ فيها من الاعتبار. طيب سيد زغيد، فقط لتكون الأمور موثقة، يعني بالحديث عن الألغام، أنت قلت أنك استمعت فقط إلى هذه الأخبار على هواء الحرة، يعني نعم. دعني أوضح لك المصدر. حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية تلك التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر، كما تهدد حياة المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام. بدورها منظمات الإغاثة حذرت من بعض المناطق. هذا هو ما ورد عن الأمم المتحدة ونقلته الحرة. أنا معلش ما تزعيش مني أنت ولا الأمم المتحدة، أنا لست مقتنع على الإطلاق ونقولها من خلال قناتكم بشيء اسمه الأمم المتحدة. التي أربكت المشهد في ليبيا هي الأمم المتحدة وبعثاتها من خلال متري إلى عبد الله بتيلي. كل هؤلاء الذين تعددوا على ليبيا هم الذين أربكوا المشهد في ليبيا، هم اللي خلقوا لنا المشاكل ويتمنوا المشاكل في ليبيا أن تنتهي، وبالتالي ما قدمته الأمم المتحدة من كلام أنا شخصيا على الصعيد الشخصي لست مقتنع به. طيب. إذا كان هناك ألغام وضحت وجهة النظر الخاصة بك، ولدينا وضحت وجهة النظر الخاصة بك في هذه النقطة. دعني أعود إلى ضيفي ربما في الهلال الأحمر في ليبيا، يعني إن كنا نتحدث عن عمليات التنسيق بين الإغاثة الواردة وعن ربما التسكين، تزويد المياه، تزويد الطعام، التعامل مع الأطفال الذين بلا شك يعانون صدمة، يعني كيف يكون الواقع على صعيد يومي وكيف تكون عمليات التنسيق؟ شكرا لك على هذا السؤال، لكن في البداية دعيني أن أعزز كلام ضيفك الكريم. جميع فرق الهلال الأحمر المتواجدة على الميدان في وسط المدينة، في وسط الركام، لم يسجلوا أي حالة لوجود أي أجسام غريبة قد تهدد حياتهم متمثلة في هذه الألغام. وأريد أن أؤكد أن الفرق المتواجدة في الميدان من الهلال الأحمر الليبي يتجاوز عددها 150 متطوع مدرب على التعامل مع الجثامين، جميعهم لم يلاحظ وجود أي ألغام أو أجسام غريبة. لهذا ورد الخبر تحت مخاوف، وربما الحديث عن أصل هذا الخبر يستدعي أن نستضيف أحدا من الأمم المتحدة ليذكر لنا لماذا جاءت هذه المخاوف، وحتى نحصل على هذا الضيف أيضا. التحذير هو شيء واجب، التحذير هو شيء واجب، لكن نشر الإشاعات أو تخويف الناس هذا شيء خطير. دعينا نرجع إلى النقطة التي تحدثت عليها حول التنسيق. إذا تفضلت حتى نتحصل على ضيف من الأمم المتحدة ليذكر لنا مجال هذا الخبر، دعنا نتحدث ربما عن الجهود اليومية سريعا. ممتاز جدا. الهلال الأحمر هو عضو رئيسي في غرفة الطوارئ المركزية فيما يتعلق بالتنسيق حول الأنشطة المناطة بالهلال الأحمر الليبي. الشيء الأول، الهم الأكبر هو توزيع الإغاثة. الإغاثة يتم توزيعها، لقد تم تنظيم توزيع الإغاثة بعد توحيد قناة استلام الإغاثة، تحديد آلية لتوزيع هذه الإغاثة من الهلال الأحمر، من الجيش الوطني، من الكشاف، من الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، بالإضافة إلى شركاء محليين ودوليين على غرار IOM، الهلال الأحمر الكويتي، الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة السعودية للإغاثة، أيضا بعض الشركاء الدوليين وشركاء الحركة الدولية. وتيرة توزيع الإغاثة وهي الاحتياج الأساسي إلى هؤلاء الناس، هذه الأيام بطيئة نوعا ما، لكنها في تزايد كل يوم وفي زيادة كل يوم، والأرقام والإحصائيات لدي الآن، وأنها سوف تستمر حتى تغطي جميع السكان سواء كانوا النازحين أو المجتمع المضيف اللي هم السكان الذين في المناطق الذين يقطنون المناطق الآمنة التي لم تتعرض لهذه الأضرار. فيما يتعلق بالمياه، جميع المنصات المجتمعية والدولية وخاصة بالجمعية على التواصل الاجتماعي وأيضا عن طريق المساجد نحذر بشكل مستمر ويوميا على ضرورة شرب الماء من
المعدنية المغلقة المعقم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، تم التواصل عن طريق فريق المياه والإصلاح إلى الأحمر الليبي، لجنة الدولية الصليب الأحمر، صليب الأحمر الألماني، بإنشاء منصات لمياه الشرب صالحة للشرب. أيضا تم أخذ عينات من مختلفة من جميع المناطق للمياه في الآبار. شكرا لك ضيفي محمد بن خيال، يعني أعتذر كثيرا عن ضيق الوقت لهذه الفقرة. شكرا لك ضيفي محمد بن خيال، منسق العمل التطوعي بالهلال الأحمر الليبي، كنت معنا مباشرة من درنا. شكرا كذلك موصول لك ضيفي من بنغازي إبراهيم لزغاد، عضو مجلس النواب الليبي. غمرت المياه والأوحال غالبية المنازل والمحال في مدينة البياضة شرقي ليبيا، والتي تعد ثالث أكبر مدينة منكوبة بعد أن ضربها الإعصار دانيال. وفي منطقة المرج تمرت المياه مزارع وجرفت أعداد من قطعان الماشية، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من السكان يبحثون عن ذويهم المفقودين. بقايا بضائع تالفة أغرقتها الأوحال، وكثبان من الطمي تكتم أنفاس المكان. هذا ما تبقى من متجر فايز الذي كان يشغل 10 عمال في مدينة البياضة شرق ليبيا، قبل أن تحوله العاصفة الأخيرة إلى خراب. هذا مولي وتعرضت للتلف كامل، وهذا يعتبر هذا رزق 10 أشخاص يأخذوا مرتبة من المحل هذا وتلفها بالكامل. الوضع الذي نعيش فيه الآن ممكن أو احتمال يتكرر أيضا. نحن مقبولين على فصل الشتاء وقد تغرق البياضة من جديد ونحتاج إلى إعادة إعمار. إعصار دانيال مر من هنا، فلم يترك لسكان مدينة البياضة غير منازل ومحال متداعية تغرق في أكوام من الأوحال وظلام دامس يطبق على المدينة كل ليلة منذ أن حلت الكارثة. بالنسبة للوضع البياضة كما تشوفوا فيه الحشان 4 متر المية فيه، يعني ناكل في الدور الثاني المية دخلت علينا في الدور الثاني. الناس كيف حالتنا؟ الناس قاعدة تتنظف بروح في حشانها، تنظف بروح. والحاجة الثانية اللي هي المياه، لأن المياه مقطوعة المنطقة، ما فيش مياه بالكف في المنطقة. والحاجة الثالثة واللي هي المهمة، الكهرباء، هذه حاجة أساسية. هذه الصور من الجو لمنطقة سهل المرج تعكس هول الكارثة التي حلت بأهم المناطق الزراعية وأخصبها شرق ليبيا، حيث غمرت المياه الطوفانية مساحة تزيد عن 100 هكتار من المزارع وجرفت قطعان الماشية والدواجن. في المواشي، في الدواجن، في اللي عندهم مساكين مربين النحل. طبعا هنا منطقة تشتهر في الفترة هذه برعاية النحل في فترة الخريف، فأغلبيتهم يعني الناس مساكين عدا. ولكن المصيبة الأكبر إنها هي تصدع المباني في حد ذاتها. إن إحنا نحكي على رقعة زراعية، يعني بمجرد ما تقعد فيها المية لمدة أسبوع أو 10 أيام فحيصير لها هبوط، وممكن الناس الجيولوجيين وني عارفين الكلام هذا. سلطات مدن الشرق الليبي تسارع الزمن من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة بفتح الطرقات المتآكلة ورفع حطام الجسور. في مدن تنبعث منها رائحة الموت ويلف الغموض مصير سكانها الناجين. خسائر مادية وبشرية كارثية للعاصفة التي ضربت مدن الشرق الليبي خلال الأيام الأخيرة، كارثة طرحت أسئلة كثيرة حول أسباب هذه الحصيلة الكارثية ومرحلة ما بعد الكارثة. توفيق عياشي، الحرة، منطقة سهل المرج شرق ليبيا. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسل الحرة من مدينة درنا فرج حمزة ومن طرابلس رأفت بلخير، أهلا بكما. يعني أبدأ معك أولا فرج، اطلعنا على الأوضاع في درنا في هذه اللحظات، وهل تتحسن، هل تسوء، ما هو التعامل مع جثامين؟ الأسئلة كثيرة. نعم ينس، دعيني أبدأ من آخر الأخبار الواردة إلينا من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب. فمنذ قليل أقال رئيس الحكومة أسامة حماد كل أعضاء المجلس البلدي درنا، بعد أن أقال العميد في الأيام السابقة، الآن يقيل كل أعضاء المجلس البلدي. خاصة تأتي هذه التطورات بعد مئات من المتظاهرين أو مئات من سكان مدينة درنا تجمعوا اليوم عند مسجد الصحابة في مدينة درنا، صلوا صلاة الغائب على ضحايا هذا الفيضان، وطالبوا في بيان لهم عدة نقاط أبرزها هي ضرورة الإسراع في تحقيق المشكل من النائب العام لكشف المتهمين وراء إهمال
عدم صيانة السد طيلة السنوات الماضية. المتظاهرون توجهوا إلى منزل رئيس المجلس البلدي بمدينة درنا وقاموا بإحراق منزله، خاصة بعد بعض الأنباء تتحدث أنه أو يتهم في شبهات فساد بسبب عدم صيانة السد طيلة السنوات الماضية. هذا على صعيد، على الصعيد الآخر الجانب الإنساني تحديدا، هناك عمل متواصل ليلا نهارا لفرق الإنقاذ المحلية والدولية. هناك عدد من الجثث يتم استخراجها بشكل يومي، ولكن القضية تبقى في عدد الوفيات أو عدد الجثث الذي تتم إخراجها بشكل يومي وعدد الوفيات ككل في هذه الكارثة التي حلت بالمدينة. الحكومة المكلفة من البرلمان وعبر لجنة الطوارئ التي شكلتها تقول أنها أو أن أكثر من 3280 هم من لقوا نحبهم في هذه الفيضانات. تتحدث بشكل آخر عن المفقودين حول البلاغات التي تصل إلى المفقودين، ولكن تؤكد أن هي الجهة الوحيدة المخولة في إعطاء مثل هذه الأرقام. منظمات أخرى طبية محلية ودولية تتحدث عن أكثر من 10,000 قتيل لقوا نحبهم جراء الفيضانات. الموضوع الآخر هو التخوف البيئي والمؤشرات التي بدأت تظهر بحسب بعض الخبراء البيئيين في مدينة درنا، خاصة بعد وصول المرحلة الثالثة كما يقول المختصون هنا في مدينة درنا من مرحلة تعفن الجثث الذي قد تشكل خطرا بيئيا حقيقيا على المدينة، بحسب هؤلاء الخبراء الذين طالبوا أو وجهوا نداءات استغاثة للشركات المعنية بمكافحة الأمراض والأوبئة، والتي بالفعل وصلت ورصدناها اليوم بشوارع درنا، حيث تقوم هذه الشركات المحلية على الأقل حتى هذه اللحظة برش كافة المناطق والشوارع في مدينة درنا، وحتى المواطنين أنفسهم تطالب هذه الجهات بضرورة ارتداء على الأقل الكمامة حتى يتم تجنيبهم كارثة بيئية قد تكون وطأتها أكثر من الكارثة التي حلت بالمدينة. هذا فيما يخص كل هذه ما يتم رصده بشكل يومي داخل مدينة درنا، ولكن نتحدث في ملف آخر وهو ملف التخوف أو ملف الدفن الجماعي الذي كانت السلطات أو بعض المنظمات الدولية تطالب بعدم التعامل مع الجثث بهذا الشكل، ولكن السلطات المحلية تقول أنها أسرعت في الدفن حتى تجنب المدينة كارثة بيئية. إيناس، طيب ابقى معي فرج، وضعني أتحول إلى طرابلس ورأفت بالخير. يعني رأفت، كيف تتطور الأمور لديك ولا سيما على صعد التنسيق السياسي؟ نعم إيناس، بالنسبة للجانب السياسي فإن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد في أكثر من مناسبة خلال اليومين الماضيين بعد الكارثة التي ضربت مدن شرق ليبيا أن هناك يعني أن الانقسام المؤسساتي هو كان سبب في يعني سوء تقديم المساعدات والإغاثة للمواطنين في شرق ليبيا، وأن هذا الانقسام عرقل أجزاء من هذه المساعدات ولم يعرقلها بشكل عام، ولكنه طالب كل الجهات بأن يتم تشكيل لجنة موحدة بين المؤسسات الليبية لمعالجة هذه الأزمة، وأيضا النظر في مستقبل مدن شرق ليبيا التي تضررت كما قالت، على الأقل تضررت بنيتها التحتية كما قالت يعني لجنة طوارئ بمصلحة الجسور والطرق هنا في طرابلس، أن البنية التحتية في مدن شرق ليبيا تضررت بنسبة 70% مع انهيار أيضا 11 جسرا في مدن شرق ليبيا. نعم، هذه أبرز النقاط على الأقل على المستوى السياسي ومستوى التصريحات فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في شرق ليبيا. نعم إيناس، شكرا لك رأفت بالخير، كنت معنا مباشرة من طرابلس. الشكر كذلك موصول لك فرج حمزة، كنت معنا من درنا.